بعد ما قلنا خلاص الحديد رخص، رجع سعره اتجنن تاني وبقى بيغلى بطريقة شرسة جدا. بس يا ترى ايه السبب؟ وايه حكاية ان بيع وشراء الحديد جوه البلد بقى بالدولار؟ وشعبة البناء كان ردها ايه؟ واسعار الحديد الجديدة وصلت كام؟ طبعا مش محتاجة اقولك، خليك معنا لاخر الفيديو علشان تعرف كل التفاصيل. انا ماريا مجدي ويلا بينا نبدأ. بعد ما كان الحديد سعره ابتدى يرجع يقل والناس بدأت تشم نفسها، إلا إن الحديد بدأ تدريجياً يزيد من تاني، وده خلال الأسبوعين اللي فاتوا. بس يا ترى إيه السبب؟ المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية قال إن بالفعل سوق الحديد سعره مش مستقر خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وقال إن ده بسبب بعض المصانع اللي بيوردوا الحديد بالدولار مقابل إصدار فواتير بأسعار العملة المحلية. وطبعاً ده اتهام صريح لرئيس شعبة البناء، بيقول إن في وكلاء اشتكت من مصانع حديد بتجبرهم على شراء الحديد منهم بالدولار، وده حسب كلامه في مداخلة هاتفية في برنامج المصري أفندي مع الإعلامي محمد علي خير على قناة المحور. وهنا لازم تسأل نفسك، هيجيبوا الدولار منين؟ أيوة زي ما فكرت بالظبط، مفيش قدامهم غير السوق السوداء واللي تعتبر المنفذ الوحيد للحصول على العملة الصعبة دلوقتي، وطبعا بسبب الطلب الزيادة على الدولار هو كمان سعره زاد. وفي المقابل الشركات بتاخد بالدولار وبيحطوها في حساباتهم في البنوك، وهو ده بقى يا سيدي السر في ارتفاع سعر الحديد الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء. وسعر الدولار غلي في السوق نتيجة الضغط على طلب الدولار بالسوق الموازي لشراء الحديد من الشركات. وعشان الدنيا توضح معاك أكتر، لازم تعرف الأسعار المعلنة من شركات الحديد اللي بتتراوح في حدود ما بين 32 ل 33 ألف. تعال بقى بص على أسعار البيع للزبون اللي عايز يبني، هتلاقي الأسعار وصلت ل 38 ألف جنيه تقريبا، وفي الفترة الأخيرة بس سعر الطن زاد 1000 جنيه. وطبيعي لما تشوف الوضع ده تسأل طب إيه الحل؟ وهنا بقى أحمد الزيني طلب من الحكومة فتح باب الاستيراد ووقف قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن فرض رسوم الحماية على واردات البلات وحديد التسليح، وده لمدة 5 سنين. وقال معرفش ليه 4 سنين، كان المفروض سنة بسنة على حسب الاحتياج، المفروض نفتح باب الاستيراد لخفض الأسعار. وكمل وقال إن النهاردة الوكلاء بتلم الدولار من السوق السوداء عشان توردوا للشركات وتشتري الحديد، والحل إننا نستورد بيه إحنا أحسن ونقلل سعر التكلفة بدل ما إحنا بنضغط على الدولار والسعر في زيادة بالسوق السوداء. وياريتها جت على الحديد بس، ده كمان أكد ارتفاع أسعار الأسمنت الأيام اللي فاتت، وده كان بزيادة جماعية من الشركات بحوالي 150 جنيه، وده على خلفية موافقة جهاز حماية المنافسة للشركات المصنعة على قرار خفض الإنتاج. وحسب كلامه الشركات بدأت تعطش السوق، والعربية بدل ما كانت بتدخل تحمل في ساعتين أصبحت بتقعد في المصنع 4 أيام. طب بالنسبة للحديد، يا ترى استهلاك مصر من الحديد قد إيه؟ حسب اليوم السابع فالطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، في حين إن الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، يعني المفروض الإنتاج ضعف حجم الاستهلاك. بس ما تنساش إن في تصدير، وحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، حجم التصدير من الحديد المصري حوالي 1.78 مليار دولار خلال عام 2021. ولكن لو نفتكر على سيرة ارتفاع سعر الحديد، إن قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن بعض مصانع الحديد بلغت شوية في الأسعار الكام شهر اللي فاتوا. ووضح كمان الزيني وقال إن بعض المصانع اتجهت للتصدير عشان كده المعروض منه قل في السوق المحلي، وقال إن أصحاب مصانع الحديد الاستثماري كانت بتبيع بأسعار وصلت لـ40 ألف جنيه. وفي النهاية رئيس شعبة البناء أصر على طلباته بفتح الاستيراد وإلغاء رسوم الحماية، لكن تفتكروا القرارات اللي بيطالب بيها رئيس شعبة البناء هتتنفذ؟ ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات.